السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوة أخوات في 70 قناة الرشيد تعليم في كارت الطاز. مرحبا معايا فيديو جديد اللي غندير فيه اليوم على واحد المشكل ديال البغاوات لي فيري. بزاف د الحوايج كاين ما كيعرفش يتقدا، كاين ما كيعرفش يخدم، ولا ما فيها باش يتعلم. الأخطاء اللي وقعنا فيهم حنا ما فيها باش إلا بغينا منكم نتوما اللي باقيين جداد أو اللي باغي يستافد منا، ماشي مشكل. حنا الإشارة كنعطيو المعلومة اللي طحنا فيها غادي نشاركوها معاكم، واخا كاين اللي ما كيبغيش يشارك معنا ماشي مشكل. المهم حنا نعطيو المعلومة أجرنا لله وصافي. مش واحد مشكل ديال البغاوات، البغاوات باش نخدمو يا طرز. البغاوات بصفة عامة كلهم ديال الخياطة ولا الطرز يمكن ان يكونوا كل بحال بحال. ربما انا لقيت مشكل في البغاوات ديال الطاز. البغاوات كي اللي كيمشي يشغل البغاوات كيقلب على شي كاليتي، ماشي كاليتي، يقلب على الثمن. بغا الثمن، هادشي بغا رخيصة. البغا ما عرفتش ان البغا عندها واحد الاهمية هي في الماكينة كتعاون. كاين المشكل البغاوات اللي كنت كتخدم لهم راس دغيا. كاين البغاوات اللي كيقطعوا بزاف، ما كتعرفش كتقول الماكينه ما ريغلاش، هي غير البغا كتكون حرشه. هذيك الثقبه ديال البغا كتكون حرشه، ما كتخليش الخيط يدوز بها مزيان، وكتبدا تقطع بزاف. وهذا الشيء راه بتجربه جربته ماشي، وما عمرني كنت ناخذ البغا ودي واحد البغا غالي. غالية هي درهم البغا، هذيك هي اللي غالية. حيت كاين 4 دغيا البغا، من 4 دغيا درهم يعني كيبان الغلا، كيبان الفرق. تاخذ باكية ب 25 درهم، ماشي على خديتي باكية ب 100 درهم، كاين فرق. كنت خدام بهم وجا واحد السيد صاحبي قال لي هو انت كتاخذ الغادي خذ رخاص، الا ما مزيانش لي يلاه مزيانه خدام بهم. هذوك رخاص ملي خديتهم جربتهم، نهار ركبتهم في الماكينه الماكينه تبدلات. هما كان عندي بجوج مركبتهم فيهم، كيدو كيقطعوا بزاف، يقطعوا بزاف، يقطعوا كتحفي لهم داك الراس ديالهم دغيا، كيتهرس لهم واحد الراس صغير هو، وكتولي كتردم في البياسة، يكون راس مردوم، كتولي تضرب في بياسة، كعرفتش ملي كتضرب بها مردومة كتجر مع واحد الخيوطة، كتبان لك البياسة كتجمع. صافي حيدتهم مبقيتش كنديرهم، رجعت للبراوات ديالي. ابو قال لي خدامين مزيان وانا نجربهم ماشي ما فيها باس. ملي جربنا اصلا ما كنستعملش داك الشيء رخيص، استعملنا الحاجه مزيانه باش تخدم الخدمه مزيانه. وهادو كلهم تقريبا نقولهم لي الدواء اليوم الدواء. المشكل العويس لقيت واحد المره وقيتوني تيلا عاوتاني واحد السيده جات عندي وجات لي واحد البغاوات عطاوهم ليها شي ناس شراو شراو من عندهم واحد الماكينه عطاو البغاوات زعما باكيه البغاوات 100 ديال البغاوات فابور كادو. جات عندي نيت كتعلم في البيكاج غاتو كتفرج شويه وهي عارفه، حيت قلت لها غادي ندير فيديو عليهم باش الناس ما يبقاوش يستعملوا بحال هاد الديشي ديال البغاوات. قلت لها غندير فيديو عليهم هي عارفه. البغاوات المشكل ديالهم هو ما كيتهرسوش، حيت البغا المزيانه هي اللي كتهرس. كيوقع مشكل عرفتو ملي كتشد ليكم الخيط الفوق كتحبس كتزير على البغا، البغا كتعوج. شنو كيوقع لها ملي غتعوج؟ الضرب تهرس، هناتني مشات اللهم تهرس، ولا يوقع عليها مشاكل اخرين. والبغا اللي لقيت اللي المشكل اللي فيها هو ما كتهرسش كتعوج، ملي كتهبط الى وقع هذا المشكل اللي فيكم كتعوج وكتبقى عوجة. البغا الا كانت عوجة نورمالمون فاش تمشي تضرب عند الراس ديال الكروشي حداه وترجع كاينه شعره بيناتهم الى عواج فين غادي تضرب؟ يا اما غتضرب في الكروشي يا اما تضرب في كواداري ولا تضرب في واحد الجنب الكروشي من هنا، حيت كاين واحد ليسباس بيناتهم هكذا غتضرب كتدخل فيهم. ريكلاج ديال الكروشي اللي كيعرفو ريكل الكروشيات كاين البغا كتدخل بيه هنا هنا داكشي بالعبارات، يعني كتدخل فهاد البلايص هادي، هاد خاوية كبيرة
كتدخل فيها كتكون حدا هذا الراس هذا هو ديال الريكلاج اللي كنغيقولوا عليه. هاد الماضي هاد المصيبه هذا الله يستر من النوار. هاد الماضي هذا هو اللي كيجر الخيط كيضو حيت كيضو هو بهذه الطريقه هذه كيجر مع الخيط. كانوا شي وحدين شحال هذيك كنا كنخدموا كان الغامو صافي كنا كنغامو كنحيدو البواطات البواطه البواطه كانت كنحيدوها من الماكينه وماكينه خدامه ولكن راس طافي شي راس طافي والماكينه خدامه كدور يعني بغا ما كتهبطش وكنحيدو البواطه من الماكينه وهي خدامه ساكن غير زعما الله يستر صافي هذا الزوفي كلشي دوز على خير هذا ما غادي المصيبه هذا الا مشات تشدك صبعك غيفهمولك ماض كاين شي ناس ضرباتهم هادي كيتلفو كيمشيو كيقيسو ضربهم الله يستر قلت لكم نرجعو للبرا قلت لك تدخل فهاد البلايصه هادي الا عواجت هاد ضربنا هنا ولا ضربنا في شي بلاصه في الكروشي في هادو ولا ضربتنا الكروشي في هاد البلايصه هادو خصني هاد البلاصه هادي هادي اللي كدوز كيدوز عليها الخيط من الفوق هذا هو طول البال هذا وكيدوز عليه الخيط من الفوق اذا ضرباتو تا هو جرحاتو ما تقطع ما تقدرش تخدم لكم الماكينه تقطع بزاف تقطع 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 وكاين تقدر تضرب فيه شي جرحه كبيره صافي مشى كروشي ديال 200 درهم 80 درهم 100 درهم على حساب لاكاليتي كاين ديال 300 درهم 500 درهم كاين على حساب لاكاليتي ديال الكروشيات كاين رخيص راه كاين كيف كنهضو على لاكاليتي وكاين العيانة اللي ناقصة مخداماش مزيان هاديك البرا مي كضرب في هذا صافي مشا كروشي الوحو ما كيتصلحش واخا تحكم كاع يتحرش حنا كنحكو بغا يتحرش مي كيكون غير تقاس شوية كنحكو كيرجع وغادي ندوي عاوتاني على هادي من بعد غندوي عليها على القضية ديال هادي راه مهمة مي كيضرب هذا صافي كتجح جرحة كبيرة صافي غنمشى مبقاش خدام كاين البراوات لي كتليكم هاديك البراوات لي كتليكم بحال هاد ما عندها سمية ما مفاتش السمية باش منقولشكم السمية مزيانة تما مفيهاش السمية باش منديروش مشاكل مع وحدين خرين موليها ولا شكون هما لي مخرينها مفيهاش السمية بعدا هاد البرا المشي ديالها هانت باش تغص ها شكي ولات ها شتا مبقاش مقاد ها عوجت ما بغاش تغرس نفترض هادي ما كتبغي تهبط ما تبغي تدخل غير في هنايا في نورمال مو تبغي تدخل هنا تضرب لكم في هذا تا هو ما تدخلش مزيان ولا تا هو من المسائل من الحوايج اللي كيخلوا الاخرين يتقطع تا هما كيكون هادو حارشين تما دابا ندوي عليهم مي غتبغي تضرب غتضرب هنايا يا اما تضرب في البلاكه ولا ضربت في البلاكه ومبغاش تهرس وهبط هبط الصباط بالجد ما عواج بقيت عواج هي كتهبط كعواج شنو غيوقع لك الفوق هذاك سميتو الصباط اللي كيهبط يا اما غيتهرس ليه هذاك سميتو نسيت سميتو غنتفكر غادي نقول لكم نسيت سميتو السيليكتور يتهرس السيليكتور مع هو بلاستيك او يتهرس البياله الداخل تهرست البياله الداخل راه مصيبه تاني رجع محل طيب رجع وينا عطا الله ما يتهرس بسبب برا ديراج دغيال غتولي خاسر واحد الماتيريال ديال 1000 درهم 500 درهم وزيدها الوقت وزيدها المشاكل وزيدها بزاف حوايج على برا ديراج دغيال هانتوما الشوكي ولات غتشوفو فيها هاي عوجة انا كنستعمل براوات ديال درهم شي كذبش عليك درهم درهم 20 درهم 40 درهم 40 20 تقريبا
لا كاليتي زوينه، ما كتهرش ليها الراس، ما كتهضمش دغيا، كيدوز الخيط فيها مزيان، ما كتقطعش بزاف، كتعاون في الريكلاجات. الا وقع المشكل كديرها، الا وقع المشكل ترسس ويا مع انها ما كتهرش هو شي واحد. انا شو كيدير تلاها وركت عليها تهرست، نورمال ما تهرس تلاح ويبقى هذا الراس كيهبط ويرجع خاوي، ولا تبقى عوجة وبقى هذاك المشكل ديال. اما كاين ما خطا من داك البرا عوجة وكتضرب فيه. احسن من هادي، هادي نصيحة اللي باغي يشري البراوات، يشري شري شري يشري لا كاليتي شوية مزيانة، راك شاري ماكينة ديال الثمن، وما تبخلش عليها على برا ديال جوج ريال. تا اللي كيجيبو هاد لا كاليتي ديال البراوات الله يهديهم، حيدوهم كاع من السوق. علاش حنا ديما الله الله؟ حيت كنشريو ديما الثمن طيح. تشطر مع راسك على هذاك البيع جوج ريال، درهم وشوية تشطر عليها بريال ماشي مشكل، حيت لا كاليتي مزيانة. ولا كنتي برا وضربتي بها 15 يوم، ماشي بحال هكا ضربتي بها، كنتي بها ضربتي بها يومين ثلاث ايام خص تبدلها. قلت لي ما كيردش البال، راه كتخدم ليه في البياسه ما كيردش البال، ما يعرفش ما كيعرفش من الناس. هاد البراوات كيكونوا راس ديالهم واحد راس صغير وهنايا القيوق هذا كيتهرس ليه الراس ديالو، كيبقاش ماضي، كيولي بلا. هو ما حدا ماضيه كتدخل في التوب، حيت التوب راه منسوج خيوط. ملي كتدخل في التوب كتدخل كدير بلا الصوت وخرج تقضي العرب. ملي كتكون بلا ما فيهاش داك الراس مهرس، ملي كتبغي تدخل في التوب كدور مع شي خيط مثلا بحال هذا صبعي، خيط الخيوطه المنسوجين كتدفع مع خيط كتدفعو، ملي كتدفع داك الخيط كتجا معاها كي قلنا داك الخيوطه كيتنسلو كيتجمعو معاها، كتبان واحد الخيوطه كيتموجين. هذاك صيف في الكرايب، عاد تقاو في الكرايب في التواب اللي شويه حساسين بزاف باش تقاو فيهم هاد المشكل. المهم تفاداو هاد المشكل ديال البراوات، شريو براوات شويه كاليتي، راه ما كيفوتوش درهم وعشرين، وما غاليش درهم وعشرين، راه غادي تصور بها وتخدم بها بزاف وتهنى من مشكل البراوات. وهادي نصيحة من هاد رشيد، وشكرا. ولا فيديو لاحق ان شاء الله مع نصيحة اخرى او لا مشكل اخر او لا شي حاجة جديدة كيف ديما. وشكرا على التفاعل ديالكم، والى اللقاء الى فيديو اخر بحول الله.